عاجل اعتداء إرهابي من الحوثيين استهدف مطار أبها. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأربعاء عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحويسي مستهدفة مطار أبها، مؤكدا السيطرة على الحريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران، وأكدت أنه ستتم محاسبة الميليشيات الحويسي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب. سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين. وأتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراضه وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهم الميليشيات تجاه السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيات الإرهابية بطريقة ممنهجة ومعتمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.